أقول أنور، وين كنت البارحة؟ فاتك نص عمرك. أنت تعرف يا أخوي يا عزوز، أنا ما فاضي، عندي مواعيد، ما فاضي حال هالسهرات. أنت دائما ما فاضي. اتصلت بعد اتصلت. لحظة يا أخوي يا عزوز، ما بتأخر عليك دقيقة وياه. أخوي ما يخلص أبوي يتصل بك. ايوه يا بدرية، زين زين خلاص انا فاهم، بس المهم باكر انا راح اجي الكلية عشان اشوفها. كيف عزوز؟ لا الحبيب تعال خلص الشاي، انت كله تشرب شاي تشرب شاي. خليني نشرب شوية، خليني نشرب. المهم انا ما فاضي الحين، راح استأذن، عندي وايد شغل، بس ترى خدمة حال اخوك انور. خير يا نور. رجاء حبيبي عزوز، باكر بغيت منك السيارة نصبح. أبوي أنت بعدك على المواضيع هذه، رتب اللي أنا بعد شوية. حبيبي ما مشي، بس أنت تعطيني السيارة وماسك خاطق لطيف. ولا يهمك يا حبيبي ولا يهمك. خلاص افهم، خلاص خلاص اللي صار ما في مفر منه. ولا عم بالله صار لكم مدة، لا انتي ولا ابو مصعب طلعتوا من البيت. ليش كذي؟ حرام عليك ابو مصعب تسوي بامرك كذي، ليش؟ وين تبين يا روحي يا معاي؟ مصعب وراح، والدكان وراح، يعني ما بقى له شيء في الدنيا غير سارة. سارة حرام عليك اللي قاعد تسويه في عمرك يا ابو مصحى. انت انسان مؤمن، واللي صار كله ابتلاء من رب العالمين. يا ابو مصعب الصبر، الصبر يعني هو الايمان. خلاص انا بفكر من بكره الصبح بمشي السوق بشتغل صعب. يلا مازن، في حاجة ثانية بعت لي الناس أعرف فيها؟ شكرا يا سمير، يلا أنا بروح عنك. تأمر شيء من صلالة؟ هذا السؤال اسألني إياه في المطار، لأن أنا بنفسي راح أوصلك المطار. ما يحتاج يا سمير تكلف حالك، أنا بتصرف. لا 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 لا، أنا راح أوصلك أنت وداود على المطار، لكن ترى بشرط بسيارتك، ولا تخاف على سيارتك مني؟ أفا عليك يا سمير، سيارة سيارتك، استخدم السيارة في أي وقت. طيب يلا نتحرك عشان ما نتأخر على داود. يلا يلا. داود داود، ايش فيك تفكر؟ ها ما تريد تروح صلالة عند أمي؟ لا بالعكس أريد أروح، أنا مشتاقلها. عقب إيش فيك؟ ما طبيعي. لا لا ما في شيء، ما في شيء. يلا ننزل تحت علشان أكيد مازن واصل.
عليكم السلام. ها يا بطل، انت جاهز؟ ايوه جاهز. ها يا سامي، كيف صحتك الحين بعد ما خضيت الادوية؟ الحمد لله احسن. لا الحمد لله، الحين هو احسن بكثير. على العموم يا صفاء، لو صار اي شيء اتصلي فينا على طول، بس حذار تتصلي بالوالدة وتخبريها بشيء. مازن، ما خبرتني كيف نتيجة الفحوصات؟ ولا بعدها ما طلعت؟ لا بعد، بس الدكتور راح يتصل فيني أول ما يتأكد من النتائج. يلا نروح، تأخرنا، لازم نكون في المطار قبل الموعد. داود، حط بالك على نفسك، سلم لي على الوالدة. عبد الباطن، السلام عليكم. ها عبد الباطن، كيف شغل في مزرعة؟ واقي زين زين مزبوط. زين زين، انا في جيب نفرات مشان شغل مني. ها كيف شغل مال هو؟ زين واقي زين، شغل سيده. وين هذا النفرات؟ انا ما في شوف. هذا هو خلاص شغل، بعدين يروح بيت. يروح بيت؟ ليش؟ هو ما في سكن داخل المزرعة؟ ها هذا ما في. ها انا في اجر مشان هو بيت برا مزرعة، مني بيت داخل المزرعة. هذا مسكين هرمة ماما مال حايد، ماما مال سهران، مني جلس داخل هذا بيت. ماما مال زهران؟ اسمه عبد الباطن، هذا هرمة لازم يطلع برا بيت مال مزرعة. داخل بيت مال مزرعة لازم نفرات يجلس مني، فهم؟ ها ها، لكن هذا هرمة أولاد سيم سيم، شغل مني داخل مزرعة. ما في كلام ثاني. بعدين هذا أرباب كبير فاجد زعلان، وفي كلام هذا هرمة لازم برا بيت. لكن خلاص عبطاتن، هو كبر هذا نفرات، خلي يجي الهين ضروري. يلا روح. ما في مشكلة، سرعة. Oh.
ما في انا ماما ما في انا والله ما في انا يسوي هذا نمونة. هذا ارباب جديد وفي كلام سوي هذا نمونة. خلي هذا نفر يطلع برا. وين ارباب جديد؟ وين ارباب جديد؟ انا اريد اكلم. هو الهين في روح وفي كلام بعدين جاي بالليل. ها رقية، كيف شغل؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. أستاذ سلمان ما في سوي التلفون؟ أيوة اتصل وقال إنه بيرسل فيكس مهم لازم أنت تطل عليه. زين زين ما في مشكلة، أنا الهين يروح مكتب على هو. الأستاذ أمرني ما حد يدخل المكتب. رقية أنا كيف أشوف فيكس ها؟ بعدين أنا أريد واحد ملف مهم موجود داخل المكتب. هذا مشان شغل مهم. لحظة بجيب لك مفتاح المكتب. Thank you.
ايش اللي صاير؟ ما اعرف. لا يكون حرامية جايين وسارقين البيت. والله جايز. يلا نروح نبلغ الشرطة. أبحق حق حق حرامية حرامية. انتوا ليش ما رضيت تفهموا هذا الشيء؟ انا مثل ما خبرتك الشباب يريدوك على الاقل الليلة تسهر معاهم. وانا قلت لك ما اريد اشوف حد من الشباب، ما اريد اسهر، خلوني بحالي. انا اريد افهم شيء واحد، احنا سوينا لك شيء. انا قلت لك ما اريد اشوف حد، خلوني بحالي، خلوني بحالي. خلاص خلاص راح ابلغ الشباب. خلص شغل ضروري. لا 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 انا في بكره في وصل سيم سيم. ها اسمع، انا ما يريد نفر ثاني يعرف هذا الموضوع. ها هذا سبريت مشان انا انت بس. علاوه ها علاوه في موجود مشان انت. ما بكو انا ما في ناس انت. لا 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 في موجود في موجود. يلا الحين مع السلامة. يلا يلا. عبد الباطن يا عبد الباطن يا عبد الباطن عبد الباطن انت هني وبيتنا هناك مسروق. ما مبقين شيء كله كاسريننا. ايش بيك تصيح يا عبد الباطن؟ هذا ما في هرامي، ما في هرامي سرق بيت مال انت. عجب من؟ ما في هرامي. زين تكلم قول من هم؟ هذا جديد ارباب، هو في كلام سوي هذا نمونة، هو في يريد انت يطلع من بيت. أرباب جديد؟ ها من هو هذا الأرباب؟ أنا ما في معلوم من اسم مال هو، لكن هذا واجد ما في زي النفر، واجد غصبان. سامانة سامانة يا عبد الباطل، قطعت فؤادي يا عبد الباطن. والله أنا واجد يهب أنت، واجد يهب ماما سليمة. لك لك مو في سوي هو كلام هذا نمونة. سامانة. خلاص يا عبد الباطن خلاص لا تصيح. هايت. ما خبرتني يا مازن، ليش اخبر اهل البلد؟ عساهم طيبين ان شاء الله. الحمد لله يا خالد، واهل البلد يسلموا عليك كثير كثير. عليك وعليهم السلام. يلا داود يلا بس هذه حبيبي. ايوه شوف انت شلون ضعفان لانك ما تاكل زين، اللي جيت عند امك عشان تاكلك بس. زين بعد شوي شوي بس هذا بس هذا. يلا ايوه حبيبي ايه هالشكل. امي كل الدلع هذا حال داود؟ يا ريتني كنت داود. مازن انت لما كنت صغير كنت دلعك يا ولدي، وبعدني يا دلعك. وبعدين لا تنسى داود اخر لعنكم من لي غيره بالدنيا حبيبي. كنت أتمنى سامي وصفاء يكونوا معانا. إن شاء الله المرة الجاية كلنا بنجي. أنا أريد أعرف هذا عبد الباطن وين في روح؟
سريش؟ ها سريش ما يعرف؟ أنا يعرف أنت سريش، بس ليش جاي هني؟ الهين بابا سلمان في اشتري هذا مزرعه، انت واولاد مال انت ما في مكان مني، فهم؟ شو بابا سلمان اشتري مزرعه؟ انا واولاد مال انا برا المزرعه؟ لا انت ما يعرف، مزرعة هادي مال بابا، مال بابا انا، ما في مال سلمان، سلمان في حرامي. لا انا اشتغل داخل مزرعتي. في مشكور واجد واجد مشكور، انا ما اريد كلام زياده، يلا الهين انا يروح. لكن خلاص يلا. انا ما عندي بيت، انت لا يطلع ويروح، انا المزرعه مالي انا. ما قلت لي متى راح تجي وتقابل الوالد؟ مرة؟ المرة وراها مرات. لحظة لحظة شوية أقول، أنا بكلمك بعدين بعدين. دايما ما يخصك، روحي من هنا، روحي. سامي خليني اوديك. قلت لك تروحي من هنا وخذ التليفون، تروحي روحي من هنا، روحي روحي روحي. يا وليد ما في شيء، ما في شيء. انا عارف ان عندك مشكله، تكلم يا وليد تكلم، انا صديقك. انا كاره حياتي، انا الوحيد اللي مخواني ما توفق في دراستي، والكل ينظر لي نظره ثانيه، وما حد منهم يلاطفني، حتى الوالد والوالده. لا لا لا، هذه مجرد اوهام في عقلك. اصلا انت ما فاهم شيء، صحيح انك الفاشل في الدراسه، لكن ما كان حد فيهم يوجهني. قلت لما افشل في شيء دائما يلوموني، يلوموني. حتى اللعب مع اولاد الحاره
كانوا حارميني منك. زين، ما حد كان من اخوانك تفهم وضعك؟ ما حد منهم ساعدني، كان الاهتمام باخواني اللي اكبر مني اللي دخلوا الجامعه، واللي اصغر مني المتفوقين في الدراسه. كنت احس بالغيره واحاول اسوي اي شيء علشان اثير اهتمامهم، لدرجه اني كنت اتعمد اسوي المشاكل يمكن يهتموا فيني. لكن صار العكس، اليوم يسمعوني ويلوموني، حتى لدرجة اني رفعت صوتي على ابوي وطلعت بالبيت. بس هذا ما حل. حل ولا ما حل، انا خلاص ما راح ارجع البيت. Yeah.